مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل كيكة الزبادي. تعالوا نشوف المقادير. 2 كوباية دقيق، نوع دقيق ده خاص بالكيك والبسكوتات، اسمه كيك اند باستري فلاور. نسبة الجلوتين فيه قليلة جدا، بتساعد في نجاح الكيك. الدقيق العادي بيبقى فيه نسبة جلوتين عالية، بينفع بس في المخبوزات اللي بنستخدم فيها خميرة، لكن المخبوزات اللي بنستخدم فيها بيكنج باودر يفضل استخدام نوع دي ده. 4 بيضات متوسطين، لو كبير يبقى 3 كفاية. 1/3 كوباية زيت، ده زيت الكانولا، ممكن نستبدله بزيت الذرة، لكن بلاش زيت الزيتون عشان ما يديش ريحة للكيك. 1/4 كوباية سكر، ده يعتبر سكر ناعم شوية. 1/4 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1/4 معلقة صغيرة فانيليا، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1/4 معلقة صغيرة ملح، 1/4 زبادي، 1/4 صغيرة بشر قشر ليمون. هوريكم دلوقتي ازاي ابشر. وبالنسبة للشربات اللي هو الشيرة، 1/4 سكر 1/4 كوباية مية، وهحط عليهم عصير 1/2 ليمونة و1/4 صغيرة فانيليا. في الاخر خالص هزوق الكيكة بقشر برتقان مسكر. ده انا عملته هنا، والوصفة هنزلها قريب. ممكن قشر برتقان او قشر ليمون، وسكر بودرة ممكن ارش بيه في الاخر للتزويق. تعالوا نشوف الطريقة. الاول هبشر الليمون. بختار الليمون الاصفر الكبير، هشيل الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت وابتدي ابشره. هستخدم المبشرة الناحية الناعمة قوي، وانا ببشر ما جيبش للاخر. كده انا بشرت الليمونة زي ما احنا شايفين، ما بشرتش كل القشرة بتاعتها، هاخد بس معلقة صغيرة. لو انا بشرت كمية كبيرة ممكن احطها في علبة واحطها في الفريزر واستعملها في اي وقت. قبل ما ابتدي اخلط المقادير بالنسبة لاي نوع من انواع الكيكات، في حاجات مهمة الاول لازم اجهزها. الاول اولع الفرن، هستخدم الشلف اللي في نص الفرن. هولع الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، يعني 355 فارنهايت. تاني حاجة اجهز الصينية. الصينية ممكن ادهنها بزبدة وارش عليها شوية دقيق، او ابطنها بورق زبدة وادهنها برضو بزبدة او مارجرين. البيض والزبادي يكون برا التلاجة، يعني بدرجة حرارة الغرفة. وفي نفس الوقت لازم انخل الدقيق. هحط الدقيق كله ومعاه البيكنج باودر والبيكنج صودا والفانيليا و1/4 معلقة صغيرة ملح، وانخله الاول كويس. انا بنخله عشان ادخل هواء في الدقيق. بعد كده ابتدي اخلط المقادير. هجيب بولة كبيرة يكون سورها عالي، او ممكن استعمل الخلاط. انا هستعمل مضرب البيض الكهرباء، واحط البيض كله والسكر وابتدي اضربهم كويس الاول. زي ما احنا شايفين بقى كريمي ولونه بقى ابيض. هحط دلوقتي بشر الليمون والزيت واضربه على سرعة واطية لحد ما الزيت يتقلب مع البيض والسكر، وعلى طول هحط الزبادي في نفس الوقت مع الدقيق. الاول اقلبه كده عشان الدقيق ما يتنترش مني وانا شغال، وبعد كده ابتدي اشغل المضرب على سرعة هادية. مجرد ما اختلط اوقف ضرب واحطه على طول في الصينية وفي الفرن. هي كده المقادير اختلطت، ونلاحظ انها سايلة شوية. هصبها على طول في الصينية وعلى طول في الفرن، وحطها في الفرن هتقعد تقريبا 1 ساعة إلا ربع. هبتدي دلوقتي اجهز الشربات. هحط المية على النار واحط عليها السكر واستنى ما تغلي والسكر يدوب، ابتدي اضيف الفانيليا والليمون. هو كده السكر داب والمية غليت، هحط الفانيليا
ونقطتين ليمون، وهدي النار خالص واسيبها لمدة 10 دقايق على نار هادية. زي ما احنا شايفين الكيكة استوت، ممكن الوش يحمر لكن ما تستويش، يعني برضو لازم اتأكد انها استوت من جوه. بجيب توست بيك واحطه فيها وهي في الفرن، لو طلع معايا نضيف يبقى هي كده استوت، لو طلع في عجينة فيها في التوست بيك كده ممكن اسيبها تاني حوالي 5 دقايق. هستنى عليها 3-4 دقايق تهدى، بس لازم تبقى سخنة، بس مش هقدر اقلبها وهي سخنة قوي كده. هي كده هديت، هقلبها دلوقتي. هجيب طبق تقديم، في الوقت ده اسخن الشربات دلوقتي، هو سخن بس هخليه يغلي قدامي. هو كده الشربات سخن والكيكة سخنة، ابتدي اصب من نص كده، وانا بصب اصب بشويش. بعد كده ابتدي ازوقها بقشر البرتقان المسكر، طبعا قشر البرتقان ده اوبشن، وبعدين على طول ارش عليها سكر، وبعد كده احطها في التلاجة تسقع، وبعدين اقدمها. زي ما احنا شايفين الطريقة بسيطة وسهلة جدا، حاولوا جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.